صحيح ان هو في تركيبه من الاعضاء بتحب النادي بتاعها جدا، كلهم نقدر نقول عليهم صفه المجتمع. المجتمع من ناحيه الفكر ومن ناحيه الثقافه ومن ناحيه غيرتهم على النادي وغيرتهم على بعض كمجتمع، يعني مجتمع نادي بيخلص كله مجتمع متجانس جدا، بيتعاون مع بعض ويساعد بعض، بيعتبر نفسه دي بيت تاني. النهارده التشالنج، النهارده الناس بصالك طب انت هتعملي ايه في النادي؟ محتاج ايه في الاربع سنين دول يتعمل في التطوير؟ تطوير في التطوير في مجال الرياضه، تطوير في مجال الانشاءات، يتعمل تطوير في مجال الهيومن ريسورسز او الموظفين والعمال والجميع بتاع النادي. ودايما اقول انه الموظفين والعمال دول هم دول اساس النادي. مجلس اداره بيجي، مجلس اداره بيمشي، اعضاء بتيجي، اعضاء بتسافر، هيفضل العمال والموظفين بتوع النادي. فالاستثمار في العمال والموظفين دول احد العلامات المهمه اللي قام بيها المجلس. حجم الاعمال اللي السنتين اللي فاتوا قاعدين عليه جدا جدا، في حاجات كتيره جدا شغالين فيها السنتين دول. وانا مش بقدر، انا عندي 22 لعبه رياضيه النهارده، في العاب بقول فيها انا عايز انافس لغايه سن معين، في العاب فيها انا بنافس فيها المراكز الاولى ومحتكر فيها البطولات، زي العاب المياه والتنس والسكواش. كره القدم تحديدا احنا من فلسفتنا، احنا عندنا فريق بيلعب في الدوري في العمومي، ولكن احنا فلسفتنا ان احنا النهارده بنستثمر في ولادنا لغايه سن 18 19 سنه. هو ده السن اللي بعد كده بقول يروح هو انديه الكوره. بس انا النهارده بجهز ولادي ان هم يبقوا يقدروا يتحطوا في اي نادي منافسه. وطلع عندنا يعني لعيبه كتير جدا النادي، يعني ميدو حتى ما كان من ضمن الناس اللي لعبت في سنين في النادي. بس احنا الحمد لله اكبر دوره جبنا رعاه لنادي، احنا جبنا حجم ما كانش موجود قبل كده، كان موجود ولكن ليس بهذا الحجم. الحجم الفكره الاضافه اللي احنا عملناها، احنا النهارده بنقول احنا عملنا زي فيس ليفتنج للنادي، قدرنا بنعظم المزايا بتاعت الرعاه، واحنا هم مبسوطين واحنا بنستفيد من ورا الرعاه دول. احنا حققنا من حجم الرعايه السنتين اللي فاتوا 196 مليون جنيه، ده رقم غير مسبوق، ده رقم عمل اضافه لميزانيه النادي، حولها من عجز 23 مليون استلمنا بيه بفائض 7 مليون جنيه. فكل دي حاجات ميزانيات بره الصندوق او بره ايرادات الاعتياديه، بحيث ان احنا نقدر النهارده نقدر نصرف على الانشاءات دي كلها جايه بتمويل من الفلوس اللي احنا عندنا. وديعه النهارده 100 مليون جنيه تقدر تصرف على النادي، نقدر نسيب خزينه النادي للمجلس القادم ان هو ساري يقدر يطور ويضيف ويستثمر. علينا ميزانيه الرياضه من 25 مليون من سنتين، النهارده ميزانيه الرياضه 71 مليون. فالفلوس الرياضه هي صرف، الرياضه هي امكانيات، الرياضه هي انك تصرف على المدربين، تسوي الملاعب بتاعك، بتوفري جو كويس. وفرنا ملابس، يعني عايز اقول الماركه بس اشهر ماركه رياضيه في العالم لكل فرق النادي. يعني هنقول من الالعاب المميزه جدا كلهم ابناء نادي، احنا عندنا خمسه كانوا من بطولات العالم الناشئين وكبار وغيره وغيره. يعني عندنا خمس لعيبه ابطال عالم وطلعنا اجيال كتيره جدا وراحت فرق. طموحنا النهارده اعتقد انه الفولي من الالعاب اللي فيها بوتنشال كويس او فيها مستقبل كويس قوي. الفولي فيها اهتمام كبير جدا، عندنا احد رئيس اللجنه الرئيسيه الشيخ شنوري من اكبر الاسامي في لعبه الفولي في مصر، فهو المشرف تماما على لعبه الفولي، فبيعمل اضافه كبيره من جهاز تدريبي من شرطه تدريبيه ومنقشه مع مدير فني. الفولي او كره الطائره من الالعاب الجماعيه اللي فيها مستقبل كويس قوي. زي ما قلت لحضرتك احنا مميزين جدا سواء في العاب المايه بصفه عامه، السباحه النهارده حصل عندنا طفره كبيره جدا، التنس والسكواش كل دي من كره السرعه طبعا احنا ابطال العالم فيها. ف يعني عندنا رياضات كتيره جدا متميزه، احنا بس زي ما بنقول كده بنعمل في صمت. ورا الشو هو المستقبل، هو المستقبل فعلا. يعني زي ما احنا توجه الدوله طالع رئيس العاصمه الاداريه وما بينها، احنا نادي لوكس النهارده هو مستقبل 56 فدان ونادي الشو. ما فيش نادي في الشرق الاوسط ولا يمكن في العالم معمول بهذا الحرفيه والمصر بتاعنا المميزه جدا، المساحات وملاعب ولاند سكيب واعداد 56 فدان مستغله احسن استغلال. طب لو وضبنا ملعب الكوره
الاكل على مستوى بنعمل ملعب للدرجات ونعمل عملنا كروس فيت بوكس هناك تجذبي رياضات ثانيه ما كانتش موجوده. بقت النهارده في احتياج للناس والمجتمع اللي احتياجاته بتتغير او بتتطور ولازم انت تكوني سابقه عشان تبقي دايما عندك عنصر جذب. عملنا بادل تنس رياضه جديده عليها طلب كبير جدا من الاعضاء. عملنا ملعب وابتدينا نعمل ملعب تاني ونعمل 90 سرير من المعسكرات بحيث ان احنا مش بس اولاد النادي اللي عسكروا هناك لا معسكرات الفرق الرياضيه، لا هنعمل معسكرات الفرق الرياضيه في جميع انحاء الجمهوريه وهنبعت الاتحادات الدوليه بره ان يجي يعملوا معسكرات في مصر. ده تشجيع للسياحه الرياضيه، مش بس بتعمل رياضه بس بتشجع السياحه الرياضيه ان هي تيجي النهارده تعمل معسكرات متبادل. الناس بتوع جمباز مبهورين من النادي الشريف، مبهورين من الامكانيات الموجوده قبليهم بطوله السباحه قبليهم بطوله الاحتياجات الخاصه. النهارده لما اعمل بطولات وعندي مكان المعسكرات خمس نجوم الناس دي تحتاج النهارده نطور المطعم ندير مطاعمنا نقدم وجبات متميزه جدا بسعر متميز. النهارده المنظومه متكامله جدا ان اي رياضي سواء على المستوى المحلي او خارج مصر جنينة اطفال زي ما حضرتك شفتوها وصورتوها حديقة اطفال على مفيش مثيلها في مصر. بارك جديدة بتتميز ان هي بتخاطب مراحل سنية مختلفة من اول زيرو لغاية 12 سنة، كل زون او كل منطقة من المرحلة السنية بتاعتها بالالعاب اللي بتناسب هذا الفكر وهذا المرحلة العمرية. عندنا النهارده حمامات سباحة، مجمع حمامات سباحة، حمام سباحة 35، حمام سباحة تدريبي، حمام سباحة للاطفال، حمام سباحة 50 متر. عندنا حمام سباحة يشمل منطقة الغطس. عندنا تاني ملعب لكرة السرعة، 8 ملاعب تنس، 8 ملاعب سكواش، مدينة رياضية متكاملة من باسكت وطايرة وهاند بول، ملعب كرة قانوني والتراك بتاعه. دي الإمكانيات الرياضية الموجودة حاليا في فرع مصر. احنا بنعمل حاجة اسمها التوجيه الرياضي. التوجيه الرياضي دايما بيبقى تحليل نفسها ولادها يلعبوا رياضة بس مش عارفين ايه الرياضة المناسبة للولد ده. فاحنا بناخد الولاد من سن 4-6 سنين بنختبرهم من حيث الجسم ومكوناته الجسمانيه وسنه ومستقبله العضلي هيبقى عامل ازاي، ونحاول نوجهه في كذا رياضه مناسبه لامكانياته الجسمانيه عشان الولد في الاخر يخش رياضه اللي هو حاببها وتناسب امكانياته برضه. ممكن يكون الولد حابب الرياضه بس جسمه مش بتاع الرياضه دي فيجيله نوع من الاحباط يهرب من الرياضه خالص. لا احنا عايزين يحب الرياضه وتناسبه بحيث انه يقدر يتقدم فيها مستوى احسن. عملنا مكان مخصوص للشباب، اول نادي في مصر بيعمل حاجه اسمها يوث هاب. احنا اكتشفنا ان الشباب النهارده في الفتره الاخيره ما كانش بيجي النادي، كان بيعزف على النادي. النهارده عملنا مكان مخصوص للشباب يقدروا يقعدوا فيه براحتهم، يقعدوا يتفرجوا فيه ويلعبوا فيه على الانترنت. مكان مخصوص ليهم فيه كل الحاجات اللي بيحتاجوها في اي حته بره.